المفروض 30/8 ده انت بتخنق لسه ضهور لفرج بس مستنيه الموعد على المفروض يخلص في 2009 هو ده المشكله ابتدادا لان احنا نبني دور في مستشفى او ابتدادا ان احنا نبني مدرسه او ابتدادا لكل حاجه هي الفكره اللي لازم كلنا نبقى متاكدين منها ان احنا لو ما اشتغلناش مع بعض كلنا مش هننجح ننجح لما نشتغل كلنا مع بعض لا دي كلنا بنقف وهل العمليه كلها بنقف كتير سلام طيبين